اتحمل واصبر وسامح، خلي قلبك مليان محبة وتضحية وصبر، اتمسك بإيمانك بربنا أكتر وأكتر. كل ما تدخل في تجارب وضيقات، في النهاية ربنا هيكافئك زي أيوب. فرفع الرب أيوب جدا، وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أوائله، بتعويض ينسيك كل مضيق وألامك، بس ثق وتمسك بيه، هو مش نسيك. على قد حب ربنا ليك هيرسلك فرحة تنسيك كل حزنك وأي ألم كنت عايش فيه، وعلى قد حبك لربنا حتى لو كان بسيط قلبك هيضحك وهيفرح وتحس إنك إنسان جديد.